السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذه البنت اللي عندها المشكل مع أمها، راها غالطة واحد الغلط كبير وكبير بزاف. علاش؟ لأن هاد التصرفات اللي كدير وكتشكى منها أمها كيدخلوا والعياذ بالله في عقوق الوالدين. شت العقوق؟ يعني ولو أن الإنسان يقول غير أوف، يقولوا له دير هادي ولا دير هادي، يقول له أوف عييت ولا خليوني ولا هاد كلمة أوف داخلها في العقوق. فين عاد الإنسان يقول شي حوايج كبار ولا يدير شي تصرفات ماشي مزيانين حتى يبقى يعصب الوالدين ويبقاو تشكاو للناس وكذا وكذا. يعني هاد التصرف ما خصوش يبقى وما خصوش يستمر. ولهذا نقولها اتقي الله عز وجل في نفسك واتقي الله عز وجل في أمك، وخص تطلبي منها السماحة وتمشي وتحبي لها رجليها ويديها، لأن في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات. طلبي منها السماحة وحبي لها يديها ورجليها وقولها ما نعاودش أميمتي، هذه آخر مرة. لأن إلا مشيتي بهذه الطريقة راه القلب ديالها غادي يتغير، ولا تغير تقدر شي نهار تدعي عليك. والإنسان يعوذ بالله إلا وصل حتى دخل في سخط الوالدين راه كيسخط عليه الله عز وجل، لأن جاء في الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ولهذا ما يمكنش الإنسان يدخل الجنة ووالديه ساخطين عليه، هذه غير حيديها من بالك، ما يمكنش. ولو يكون يعبد الليل والنهار، ولو يكون الصلاة ديالو ما يتركهاش نهائيا، ولو يمشي للمسجد الحرام ويصلي تما ويعبد حياته كاملة ما يجيش قاع يبقى تما، ولو يصوم عمره ما يفطر يبقى صايم يوميا، ولو يدير اللي دار. شتي لك انه سخط عليه الوالدين راه ما يطمعش بالجنه نهائيا، لان لا يدخل الجنه عاق، عاق الوالدين. ولهذا كنحذرك من هذه المساله هذه، وحاولي تصلحي بينك وبين امك. ما حد امك حيه، راه الا وصل حتى مات صافي عرفي بان راه فات اللي فات. فين غادي تطلبي منها السماحه؟ حتى الاخيره، الاخيره راه كل واحد نفسي نفسي، راه شي ما يعقل على شي، كل واحد كيبغي يسلك من النار ويدخل الجنه. لأن الله عز وجل يقول يوم يفر يهرب، يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد يقول نفسي نفسي. ديك الساعة غادي تمشي عند أمك تقول لها سمحيني، تقول لك لا أنت أنا خصني ناخذ منك دوك الحسنات، لأن كنت ديري لي وكنت ديري لي وكنت ديري لي، أنا باغي نسلك من النار وندخل الجنة. ولهذا تكون السماحة هنا 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 هنا. الإنسان إلا ظلم شي واحد ولا عاد إلى أن هادو ناس بعاد، خص الإنسان يطلب منهم السماحة. فين عاد أمك اللي حملاتك 9 شهور وهي معذبة، ورضعاتك راه أكثر من عام ولا قريب عامين وهي معذبة معاك، وكاتبات سهرانة باش تنعسك وتجوع باش توكلك وتشربك وتسمح في راسها باش تلبسك وتشم الريحة منين تبدلك وتغسلك، وسمو رديتي لها انتيا؟ يعني الكلام الشين، تصرفات الشينة. الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثاني يرد الجميل لوالديه، وراه شحال ما رد لهم راه بحال ما كيرد لهم والو. يطلب السماحة عاد مر إلى بقى سهل عليه الله منين كبر وبقى يرد الوالدين، راه بحال ما رد لهم والو. واحد راه شافو عبد الله بن عمر صحابي رضي الله عنه، شافو هز امه فوق الظهر ديالو كيطوف بها، فقال له يا عبد الله كتشوف بانني راني رديت لما داك الشيء اللي دارت لي؟ قال له ما رديت لهاش ولو ركله منين كنت في كرشه. فين عاد سمو درنا حنايا؟ سمو داروا هاد الناس الوالدين اللي كيعذبوا فيهم هاد العذاب هذا. ولهذا نحذرك حتى من البنات اللي كيبقاو يتصرفوا هاد التصرفات، ما تمشايش معاهم، ما تصاحبيهمش. كاع اللي كتشوفيهم كيتصرفوا التصرف مع الوالدين بعديهم، شوفي اللي كيتهلا في الوالدين، اللي كيحترم الوالدين، اللي يزيد يفهمك ويوعيك على هذا الجانب هذا. ولهذا نقول لك راه الا بغيتي في حياتك تكون جحيم والعياذ بالله، تكون تعاسة، يكون عندك مشكل مع الوالدين، عقوق الوالدين، راه الانسان ما يطفروش. الا تزوج ما يكونش زواجه على هدى من الله، ما يكونش مزيان مرتاح.
الى خدم ما يكونش مرتاح، دار تجارة ما يكونش مرتاح، بقى في المغرب ولا خرج للخارج ولا طلع له ولا هو يمشي حتى المعفين ما غاديش يكون مزيان في حياته، لان ديك الشو كان تاع الوالدين تابعه. والانسان الا كان مرضي الوالدين راه الله سبحانه وتعالى كيسترو كيبارك له، تزوج يكون مليح، خدم يكون مليح، قرا يكون مليح، دار تجارة يكون مزيان، اي حاجة دار فيها يعني يدو كتيسر باذن الله عز وجل، لان دا داك الطابع رضات الوالدين. ولهذا الامر خطير، الانسان يمشي على هذه الطريقه هذه، فيحاول يكتسب يعني هذا الطابع نتاع الوالدين، يعني ما حد حي. واللي نختم بها هذه النصيحه، راه شوفي عقلي يعني وكاع اللي كيسمع هذا الاوديو هذا، شتي الى الانسان تعامل مع والديه مزيان وكان بار بوالديه، راه كيما دار الوالديه غادي يديروا لولادو، حتى ولادو غادي يكونوا بارين بهم مطهلين فيه ويعيش معهم السعاده. لكن الا كان الانسان عاقل والدين وما يحترمش الوالدين ويسبهم، ربما كاين اللي وصل ليه شي حوايج كبار مع الوالدين والعياذ بالله، راه كيما دار هو الوالديه راه غادي يديروا لولادو كما تدين تدانيش، يعني راه ما فيهاش يعني هاد الحوايج الانسان يديرها بين عينيه. ولهذا نسال الله سبحانه وتعالى يهديك ويهدي كاع الناس اللي راهم عندهم مشكل مع الوالدين وفي عقوق الوالدين، الله يهديهم طريق الحق طريق المستقيم، ويبعد عليهم هاد الافكار وهاد التصرفات، ويحفظنا واياكم من شر شياطين الانس والجن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.